تهويلي أن المباراة رياضية ولابد لا تخرج من النطاق الرياضي، رغم ما يكون في المدرجات، لأن جماهير ملعب عمر حمادي أو جماهير اتحاد العاصمة كانوا في قمة الذوق الرياضي والروح الرياضية، يعني كانت أشياء ربما سوء تفاهم، سوء فهم لبعض الهتافات اللي جعلت الإخوان تاع القوة الجوية العراقية ينسحبوا، ربما النتيجة الإرهاق، وبعد ما فهموش يعني الأنصار ومحبين اتحاد العاصمة، احنا ربما معروفين في الجزائر بهذا الحماس التشجيعي وما نتأثرش نوعا ما لهذا الهتافات. مع الأسف الشديد ربما كان مسؤولي القوة الجوية العراقية أن لا يفتعلوا هذا السيناريو، نعتبره سيناريو، لأنه نقل الأداء المميز لاتحاد العاصمة في ذاك اليوم إلى مهزلة في ظنهم، ولكن مع الأسف الشديد نحن نبقى دائما نقول بأن العلاقة العميقة التي تربط الشعبين نظن أكبر كثير من بعض الهتافات لشباب جزائري يحب فريقه ويتنفس في مدرجات الملاعب الكروية. أنا نجيك من السؤال الأخير، مع كل احتراماتي لرئيس الاتحاد العراقي لكرة قدم، هذه المباراة ما بين ناديين، يعني ليست فرق وطنية حتى يكون تدخل رئيس الاتحاد العراقي. هذه المنافسة تحت رعاية الاتحاد العربي لكرة القدم، ونظن أن رئيس الاتحاد العراقي لا ناقة له ولا جمل في هذه المباراة، وبالتالي يعني الإخوة العراقيين نظن كان استقبالهم مميز لما مشينا احنا لبغداد، حتى في كربلاء كان حتى فيها جولات سياحية. هذا ما جعلنا نفكر من نهاية المباراة الأولى كيف نرد لهم الجميل. احنا الرياضيين كثير ما نقبلوش الهزيمة، يعني كعرب ما نقبلوش الهزيمة بكل روح رياضية. أما أنا شخصيا حضرت التدريب تاعهم لكي أتأكد يعني على كل أن الأمور تجري على ما يرام، ونظن يعني وقفنا معهم كان صالح علاش اللي كان ربما كان أعماني أن كنا نحضروا في التنقل إلى مصر، يعني دوسي سورتي كان أمور كبيرة. رغم هذا يعني عفيناه من العمل يعني تاع التنقل تاع الفريق البورسعيد، وخليناه يتكفل إلا بالبعثة العراقية، وهذا ما كان. السفير العراقي شخصيا يعني نحييوه بالمناسبة، أنا استقبلته شخصيا، وربما ما جرى ما بين الشوطين في تبادل الهدايا وكل شيء يثبت بأن كما يقولوا إن يبادو فريميديتاسيون، ما كان الشيء مدبر. هذا الاستاد هذا ليس بمجرد ملعب، يعني لما تشوفه تحس فيه روح. أنا لست بابن اتحاد العاصمة باش نتكلم بهذه الطريقة، ولكن ما عشته في السبع شهر هذه اللي بقيت في اتحاد العاصمة شفت بالملعب هذا مختلف على كثير من الملاعب الجزائرية، فيه روح هكذا، حتى المدرب يعني اللي يجي هنا يتأقلم مع الملعب هذا. لست أدري فيه، أنا نسميه دائما الملعب الديمقراطي، فيه كنيسة على اليمين، مسجد على الشمال، يعني كل ظروف تمد باللي هذا الفريق ديمقراطي. ظن نتيجة في كرة قدم وهتافات ربما تستطيع أن تضع يعني شرخ كبير يعني في العلاقات الرياضية، في المعلقات الرياضية أكثر. لا نرقى إلى المستوى السياسي، هناك ناس مسؤولين أكبر منا ويعرفوا كيف الأمور هذه الدور. ظن احنا كرياضيين نبقى في الميدان الرياضي، كنا أقوى من فريق القوة الجوية، فزنا يعني باستحقاق، فزنا عليهم حتى في كربلاء، هذا من الجانب الرياضي. من الجانب الأخلاقي ربما استقبالنا كان في المستوى، كان في المستوى، ويا با دو كانش أشياء مدبرة، لأن في دخول الفريق العراقي في الدقيقة الأولى كان كل ملعب عمر حمادي يهتف ويصفق لهذا الفريق، يعني تشوف تحول يعني في الدقيقة 72. الهتافات هذه كانت هدفها تحية الشعب العراقي من عبر رئيسهم الأسبق، ولكن ما كانش فيها نية باش نمسوا شرف أو شخصية إخوان وأشقاء، بالعكس يعني تمنينا يعني كانت المباراة تذهب إلى نهايتها ونتبادلوا التحية. نتمنى إن شاء الله الإخوة العراقيين ينسوا بسرعة هذه القضية البسيطة جدا، ويبقوا يفكروا دائما في الأشياء الرياضية،
التي تقرب أكثر الشعبين الذي لن يستطيع أحد أن يفصل ما بينهم. لا وهي تتكلم تعرف كلمة الاعتذار كان في بعض الأحيان وين تعرف روحك لقد أخطأت، بالتالي هذه من شيء من الكبار قال نعتذر الإنسان أخطأت في حقه في كلمة أو في معاملة أو شيء، ولكن الاعتذار نقدمه بطريقة أخرى. قال إذا الإخوة، أنا لا أقول العراقيين، إخوة بعثة القوة الجوية العراقي فهمت باللي هتفات للأنصارنا باللي يعني كما نقول لك ضر بشخصيتهم، احنا نعتذر، فيش مشكلة نعتذر إذا هذه الهتفات يعني أثرت فيهم معنوين، لأن هدفها الحقيقي ليست المساس بالشعب العراقي بتاتا. يعني كانت هتفات ونعرفها شعار الله أكبر دائما نمجد به لاعبين نمجد به رؤساء نمجد به كل شيء، إذن هي مصطلح رياضي في الملاعب الجزائرية، ولابد الإخوة العراقيين من حتموا لهمش، ولكن على الأقل يعرفوا أن ثقافة المناصر الجزائري هذه هي ماشي أهداف يعني مدروسة وحابين نمسوا بالإخوة الأشقاء، لأن في تروح للتاريخ تعرفهم هما وقفوا معنا في الثورة الجزائرية، يعني إبان ثورة التحرير كانوا وقفوا معنا العراقيين، وما لازمش نفرسي ونعرفوا المشاكل اللي تصرى من خلال كرة القدم هذا اللي مازلنا ما لم نرتقي بعد إلى مستوى أنها لعبة وفقط، يعني دائما يستغلها الكثير للمساس بهذه العلاقات، وتعرف الكثير يتربص للأمة العربية، وإحنا لا نريد تشتيت يعني بالعكس، يعني ما لازمش يروح جزائري لازم يروح لبغداد يروح الرأس مرفوع، والعكس صحيح لما يجي عراقي يدخل الجزائر والرأس مرفوع. لا ولما يتكلم زيماموش لاعب، لا لا حتى نتكلم على زيماموش رئيس اللجنة الأولمبية سي براف، نظن يعني هو عنده كأس إفريقيا للسباحة ربما ما يكونش اتحاد العاصمة، قالوا وش صرا وشين المشاكل ويتكلم بعدها يتكلم باش نفهموه باللي احنا لم نسيء الى القوة الجوية العراقية ولن نسيء الى اي فريق عربي اللي راح نقابلوه في المناسبات القادمة، بالعكس اللي راح يكون الترحاب ويكون الكرم، يعني انا لم اقرا حتى هو كومينيكي اللي دار، لا احنا لا نشجع انصار اتحاد العاصمة على استعمال مصطلحات لتمس بالمنافس مهما يكون سوى محلي أو إقليمي أو قاري، ولكن يبقى أنت أنصار اتحاد العاصمة يلقنون دروس يعني لكثير من الأنصار في الجزائر من الجانب الأخلاقي، ربما أو يلوي غيره من أنصار اللي غنيوا 90 دقيقة بنفس النسق. نظن يعني مصطفى براف أظن لا أقول لقد أخطأ، ولكن أظن بأنه تسرع في التصريح، لأن التصريح إحنا ثاني كنا نقدر نصرحه بعد المباراة، هذه قضايا للإنسان يكون فيها يتعقل ويأخذ كل المعلومات ويسمع ما يدور حول وسائل الاجتماعية للفيسبوك، تشوف التصريحات عبر القنوات الجزائرية أو القنوات الدولية وبعدها تخرج بملخص وتدير تصريح تاعك. انت أسف إذا كان مصطفى براف يعني مس يعني في شخصية أنصار اتحاد العاصمة لقد أخطأ. شوف احنا الندوة الصحفية هذه درناها أكثر لتلطيف ونفهموا الإخوان العراقيين اللي ما عندناش محسوبية، ولكن إذا بدأنا نبحث من هو الظالم ومن هو لقد أخطأنا ولقد أخطأ وربما ما نخرجوش منها، إحنا بالعكس ما ناش حابين قضية تصرى كما صارت في السنوات الماضية، قضية تاع كرة القدم تبقى 6 شهر ولا 7 شهر وهي دائما في نشوفوها في الجرائد وفي التلفزيونات، بالعكس إحنا ما نبحثوش بلي من هو اللي كان السبب الرئيسي في انسحاب الفريق العراقي، ولكن نبحث كيف نفهم إخواننا العراقيين باللي أن الجزائريين يحترموكم احترام كبير، وما غناء شباب جزائري في ملعب ما هو إلا تعبير عن فرحتهم بهذا الإخوة العراقيين اللي ربما ما فهموش التصريح الغناء تاع الفريق. أنا نظن انسحابهم من الملعب ولازم يعتذر من جمهوره شي من احنا عندهم احترام المنافس، احنا يعتذر من جمهوره ويعتذر من الاتحاد العربي، اما احنا اتحاد العاصمه
خرجوا احنا فايزين 2-0 لم يغير في النتيجه، بالعكس زادنا هدف رجعنا 3-0. اذا احنا ما نطالبوش باش يعتذر منا، بالعكس نطلبوا تصريحات خطيره اللي كما يقول لك كاين اهل الذكر، كاين الامور لما يكون تدويل خارجه من الدوله الجزائريه. انا لن اسمح نفسي اخوض في موضوع اللي تكون عنده صبغه سياسيه، راح ندخلوا في ان كولور بوليتيك اي لا اون بي با سان سورتير. بالتالي انا نقول لك صراحه هذا الاخوه العراقيين يعتذروا من جمهورهم لانهم حرموهم من 18 دقيقه ربما كانوا يعدوا، كره القدم معروفه فيها كل شيء وعلمتنا بالمفاجات. خرجوا 18 دقيقه قبل النهايه ربما فيها 4 دقائق وقت بديل، يعني 22 دقيقه يسرى فيها ما يسرى في كره القدم. اما باش يطلبوا منا احنا اعتذار، احنا ننتظر. هو ما حبوا الاعتذار، انني الاعتذار قدمت اذا كان مفهوم الاخوه العراقيين بان الغناء، انا نسميه غناء، انا ما نسميش هتافات، غناء، لان هذا معروف الملاعب تاعنا غناء تاع الانصار تاع اتحاد العاصمه اثر فيهم، نقول لهم نعتذر لكم وللاتحاد العراقي وما كان حتى مشكل. واحنا كما يقول لك اكبر من هذه الامور، هذه في الجزائر عايشين المحن وطحنا ونضنا، دونك ماهيش الامور ذي راح تنقص من عظمه الشعب الجزائري او من كبر نادي اتحاد العاصمه. اسمع لازم احنا ندو صحفيا نديروها بكل بشاشه، يعني مانيش متخوفين مانيش نهضروا خفنا ندرنا ندو، لا بالعكس. هو احنا وحدنا، احنا ما اتصلوش بينا الاتحاد العربي، احنا الامس بعثنا تقرير لسرد وقائع المباراه، بعثنا تقرير الاتحاد العربي تاك 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 واش راني نتكلم فيه، ربما كان انا دوك نقولوا كلام كان بالكتابه، يعني ما كان حتى شيء، سي قضيه يعني بانال كما يقولوا، ما كانش مباراه في كره قدم، فريق كان اقوى من فريق وفازوا عليهم بالاداء وكل شيء، في اهازيج بعض الجماهير من الفرح الى اخره، فهموها الاخوان العراقيين بطريقه اخرى، ارادوا ان نطلب منهم اعتذار لفهمهم بان الانصار كان ضدهم. احنا نقول لهم باللي الانصار هذو ما راناش احنا، انا راني مش على الكميه، مش على الكميه، اما نقول لك شو عندهم، انا نتكلم لك على الاداء والحضور والتشجيع للفريق. دونك انا نظن باللي احسن جمهور في الجزائر ما نظنش يرتكب يعني اخطاء باش يجتمع، جات هنا في الفرق المحليه اللي عندنا ربما العنف اكثر من كيلعبوا مع فرق اقليميه او قاريه. عم جاو مباراتين وين الفريق كان منهزم كان متعادل، ما نظنش مس واحد من الانصار يعني ربما تكون عقوبات ماليه. نعم عقوبات ماليه، هذا نقول لك كوناتر لا لواي تي ريشاس، اللي يعرف القانون تسمى روغاني، بدون شك راح تكون عندك لان لي سلوغون بوليتيك الاهازيج السياسيه والعنصريه والى اخره دائما لوائح الاتحاد الدولي تمنحها، الاتحاد الدولي ما تكلمش حتى على الاتحاد العربي، الاتحاد الدولي الكاف الاتحاد كل الاتحادات تمنع الاهازيج العنصريه والسياسيه، بدون شك الفريق راح تكون عقوبه، عنده عقوبه ماليه بدون شك، هذه كاين اللوائح مذكوره بالبنود يعني. هذا كل كما يقول لك كاين النص الصريح اللي في سون تيتو، نقول لك لما تشوف المواد تشوف اللوائح تاع الاتحاد تاع لجنه الانضباط الاتحاد العربي واضحه مغادره المباراه قبل يعني ينسحب من الدوري قبل بدايته عنده العقوبه التاليه، ينسحب في المباراه عنده العقوبه التاليه. سي دي تكست شي دوك راهو ان يا با دو جيريسبريدونس، لجنة الانضباط ما راهيش رايحة تجتهد في قضية باش تاخذ لي ديسيزيون كيلفو. لجنة الانضباط عندها ورقة، عندها تقرير محافظ اللقاء وتاخذ بعينها. هذا التهويل ربما هذا احنا ما نقولكش متخوفين احنا، لأن نحن شعب مسالم، احنا ما نحبوش تكون عندنا كراهية ما بين شعوب، بالعكس يعني حبينا نخلوها في الميدان الرياضي وتبقى العلاقة طيبة ما بين الشعب الجزائري والعراقي. أما التخوف من قرارات الاتحاد العربي ما عندنا أدنى شك بأن اتحاد العاصمة في مأمن من هذه الأمور، ربما عقوبة غرامة مالية هذه راح تكون يعني ماشي مشكل. تفضل. ظن السؤال تاعك وجيه، ولكن الحقيقة هذا الأساس مشكل في الكرة الجزائرية. لما تكلمني على التوعية، حتى مصطلح لجنة الأنصار لما تدخل الاحتراف
انتهى. لجنة الأنصار لما كانت جمعيات، لما كنا نخضع القانون 89-03 وبعدها 90-04، لما القوانين تاع الجمعيات كنت عندنا لجنة المناصر. أما لما دخلنا الاحتراف أون بار دو سوسيوس إي داكسيونير، لما يكون اكتتابية في الدول المتطورة كرويا عندهم الاكتتاب الجماهيري، سكون أبير لي سوسكريبسيون بوبيلار. من المنطلق هذا تولي تكلم على لي سوسيوس اللي هما السند حقيقي يسيبور، وعندهم يد حتى في الفريق، وعندهم أعضاء يكونوا في مجلس إدارة النادي. المشكلة هذا رانا بعاد، احنا مشينا بالاحتراف بسرعة فائقة، اللي باز للقواعد الحقيقية غير موجودة تمام. إلى نفس الغناء في مباريات أخرى، بالعكس نعرف باللي إن اتحاد العاصمة، أنا لما نتكلم لك على أنصار اتحاد العاصمة بدون ديماغوجي، سونز أوكين ديماغوجي، لا ديماغوجية، لأنهم أحسن أنصار. ولكن هذا المشكل عام في كل الجزائر، يعني لما تشوف الحارس يشتم بأمه في كان عنف لفظي عندنا في الدوري تاعنا الدوري المحلي، أما قاريا إقليميا ما نعرفوا حسن الضيافة، نعرفوا حسن الضيافة. الموضوع اللي تكلمت عليه هذا لازم نديروا عليه حصة وحده، لأن سي تان بروبليم دو فون، مشكل قاعدي. والناس سكل اللي بتقول لي ما عندناش واحد يقدر يقول لي مثلا تروح تتكلم مع الأنصار وتقول لهم المباراة الجاية رمجي، يعني راح يكون يعني صدى إيجابي 100%؟ ما نظنش. Il n'y a pas une mainmise sur un supporter parce que c'est une éducation. C'est une éducation. Et mais je ne dis rien de dire. Donc, يعني اللاعب مهما يكون السن تاعو، quand on voit un footballeur, on voit toujours un bébé. اللاعبين الجزائريين لما تشوفوا عمره 25-26 يقول لك صغير. Un joueur من تما ما مدلل، يعني اللاعب ديما مدلل من عند المسيرين تاعو، مدلل من عند الأنصار. ربما زي ما مش يعني اصلا ولا دون لا كومونيكاسيون يلفو جامي بارلي اشو سي تو نا با اون ميتريز، تعود راح تتواصل مع الناس جامي تتكلم سخانه، تكمل المباراه تخرج ربما تقوم بتصريحات. هو تكلم بنيه ان الجمهور اتحاد العاصمه هو ربما كلاعب حب يروح ل 90 دقيقه ويحضر في فرح وذاك، ولكن هذا ما يمنعش يعني احنا نتكلم معاه. انا حتى امس كلمته هاتفيا قلت له ما كنتش تتدخل، لان هذه قضيه مسؤولين، انا نتدخل كما يقول لك بتحفظ، لان كاين امور ماهيش في يدي انا ما نقدرش نتكلم عليها ونتحمل. نتكلم في ميدان الكيجو ميتريز اللي نقدر اللي عندي الصلاحيات باش نتكلم فيه الى اخره، اما امور اللي اكبر مني ما نتكلمش عليها، هذا امر يخص ناس اخرين. الشيء اللي زي ما ربما ما نقولش انفعال، تكلموا لكن على أنصار اتحاد العاصمة يتفهموا باللي اللاعب قطعة أساسية في الفريق ولازم يحطوه في خانة إنيرور دو جوناس بس كي راس توجور جون، خطأ حتى اللاجي اللي أفونسي يبقى شاب، يعني يحطوه خطأ يعني إنيرور دو جوناس وتبقى يعني في الهدوء اللي رانا فيه. بس كل جون ديري با لا ريوسي تاع ليسما، ليسما أنا با أنكور ريوسي ليسما، سي تان كلوب لي ربع نهائي تاع كاس الكاف، هذا متعودين على ربع النهائي تاع كاس رابطة أبطال إفريقيا. الدوري كنا متصدرين واليوم ما راناش متصدرين، اتحاد العاصمة ما في كمل الدوري بطل في المرحلة الأولى. دونك الشيء الجديد في اتحاد العاصمة هو أداء محترم، انضباط في الميدان ولحمة ما بين الفريق والروح اسم الأنصار، ولو احتضنوا فريقهم إيزون بخي لور كلوب وحاضرين ويشجعوا. هذه الامور يعني هذه تاع تخلاط، انا والله ما ندخل فيها حتى ونخسر 6-0 في بلوغيت، والله غير عمري ما نقول لكم كاين خلاطه هذيك، بس انا عشتها. ما كان اللي يحب يخلط على كاين تيرا بريباري ليكيب تاعك راح يربح. تقول لي انا ليكيب تاعك تو لا بريبار مال وما تخلصهاش ومن هنا بعد تجي تخسر الماتش، كي تخسر تجي ندوي صحفيه ومخلطوا لي، ما يخلط على روحك
حنا سي لو تيران اون دو سي كونسونطري سي لو تيران اون دو بريباري شاك ماتش اللي كنتنا كنفونا نورمالمون. ونشكركم على الحضور ونتمنوا ان شاء الله تولغ لي كيسيون تاع قال لازم نجبد الماده الرمادي يخرج على فمي روح اخويا. انا كنت راح نجاوب قبيله عليها هذه لانه عندنا اسره ما بين الجزائر ومصر في 2010 اكبر دليل. ورجعت رحت اتحاد العاصمه ودرت نتيجه مع الزمالك وراح الفريق وفاق سطيف ودار نتيجه مع الاهلي وانا راح لبورسعيد وان شاء الله نديروا نتيجه. يعني هذه الامور هذه على بالك واش هذه كيسيون تاع طيح بها المورال راك تخوف فينا. يعني نورمال نظن الانصار تاعنا راح ياخذوا درس لان الغناء اللي مس بلد شقيق ولا إخوة يتفادوه في المباراة القادمة ويغنيوا على فريقهم وانتهى، ما يدخلش الفريق الآخر، يشجع فريقه يوقف مع فريقه وانتهى الأمر. هذا أمر عادي، ولكن واحد ما يستطيع ويسمح لنفسه. أنا لا أتكلم باسم أنصار اتحاد العاصمة ولا يحق لي باش نتكلم باسم أنصار اتحاد العاصمة، ولكن نظن نزافون دي سيبورتير ستريكتيري منظمين مهيكلين. دوك هما اللي ما تعطيهمش درس، وحدهم يلفون فير تحاليل وين اناليز ويقولوا لا غلطنا ولا لا غلطنا ما نعاودوهاش ولا ما غلطناش نعاودوها. نخليوها عند الانصار تاعنا وما ندخلوش في صراع مع لي سبورتر تاعنا كونتخير. اسمح لي شيخ، عطاتنا زروق اون اوكازيون باش نشكروا النادي المصري، النادي المصري اللي دار اون بوبليكاسيون سور فيسبوك تاعو، الصفحه الرسميه الفيسبوك اللي رحب بالجزائريين قبل اسبوع، يعني قبل اسبوع اللي راه، واللي كبر بمجاهده جزائريه جميله بوحيرت. وهذا سي اوكازيون باش نشكرهم وسي اوكازيون باش نبينوا بلي كاين اخوه كبيره بين الجزائريين وكل الاشقاء العرب، كما جرات في الوداد ضد الوداد المغربي الموسم الفارط. واتحاد العاصمه انصار والنادي راح يوجدوا استقبال حار ايضا للنادي المصري عندما جيئوا للعاصمه ان شاء الله.